تأسست دائرة الرياضيات في جامعة بيت لحم سنة 1973 مباشرة بعد أن تأسست جامعة بيت لحم. وفي بداية الأمر كانت الدائرة تقدم برنامجاً رئيسياً في تخصص الرياضيات فقط لتهيئة الطلبة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل التكنولوجي، ولتمكين جذب نخبة أفضل من الطلبة إلى كلية العلوم. قررت الدائرة في العام 1998 أن تبدأ تخصصاً فرعياً في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. كانت هذه قفزة نوعية تجاه تحسين فرص العمل للخريجين ولتلبية متطلبات وحاجات سوق العمل لمن يتمتعون بخلفية معرفية قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات. شمل التخصص الفرعي على 18 ساعة معتمدة، وكان معظم المسجلين فيه من طلبة كلية العلوم والبقية من طلبة كلية إدارة الأعمال. في عام 2003 حصلت جامعة بيت لحم على اعتماد رسمي من وزارة التعليم العالي الفلسطينية لبرنامج أنظمة المعلومات الحاسوبية Computer Information Systems. كان هذا البرنامج تحت مظلة دائرة الرياضيات، وكانت المجموعة الأولى من الطلبة الملتحقين به في خريف 2003، حيث انضم حينئذ 30 طالباً للبرنامج. وبعد موافقة إدارة جامعة بيت لحم تم افتتاح دائرة مستقلة لبرنامج أنظمة المعلومات الحاسوبية CIS. ويجدر بالذكر أن الدائرة خرجت في الأفواج الخمسة الماضية ما مجموعه 186 طالباً وطالبة. تطرح الدائرة تخصصاً رئيساً في برنامج أنظمة المعلومات الحاسوبية Computer Information Systems CIS، والذي يؤدي إلى درجة البكالوريوس في العلوم، حيث تقبل الدائرة خريجي الثانوية العامة الفرع العلمي حسب معايير قبول الجامعة. يهدف البرنامج إلى تعريف الطالب بعلم الحاسوب وتنمية مهارات تقنية المعلومات في مختلف مجالاتها، كما ويقوم البرنامج بتقديم مساقات ومشاريع متنوعة تطرح دراسة متميزة للأسس النظرية للحوسبة والمعلومات، بالإضافة إلى تطبيقاتها في الأنظمة الحاسوبية. ويمكن تلخيص أهداف البرنامج بالنقاط التالية: تزويد الطلاب بمعرفة جيدة للتقنيات وأساليب تحليل وتصميم وتنفيذ نظم تكنولوجيا المعلومات، تزويد الطلاب بأحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في مجالات متعددة مثل قواعد البيانات، تطوير نظم المعلومات، إدارة الشبكات والخوادم، الشبكة العنكبوتية، تطبيقات الوسائط المتعددة والتصاميم، تفعيل قدرة الطلبة على تحديد المشاكل المتعلقة بمجالات المعلومات والبحث عن حلول فعالة، إنماء مهارات الطلبة في مجالات البرمجة المتعددة، تزويد الطلاب بالقدرة على إجراء تقييم واختبار نظم تكنولوجيا المعلومات القائمة، بث روح العمل الجماعي فيهم، تزويد الطلاب بالفهم والقدرة على دعم الاتجاهات الجديدة في بيئة الأنظمة المعلوماتية بما في ذلك القدرة على العمل مع قطاعات مختلفة من المستخدمين كالأفراد والشركات والوكالات. تعنى الدائرة بمواكبة أنظمة المعلومات وتطورها الدائم في عصر المعلومات، كما وتهدف إلى توفير كافة المتطلبات المهنية اللازمة لتخرج أفواجاً ذوي مهارة عالية وكفاءة متميزة مهنياً تؤهلهم للحصول على وظائف مختلفة في هذا المجال، وإجراء الأبحاث ذات الصلة بتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتصميم الحلول الجاهزة للمؤسسات والشركات الصغيرة والكبيرة. كما وتضم الدائرة مرافقاً مخبرية وأجهزة وأدوات تمكن طلابها من القيام بعمليات البحث وتطوير البرامج بلغات برمجية مختلفة وإنجاز المشاريع، التدريبات العملية التي تضم بناء شبكات الحاسوب، تصميم قواعد البيانات وغيرها. أما المؤهلات وفرص العمل المتاحة لخريجي هذا التخصص فهي: استكمال الدراسات العليا في الجامعات المحلية أو الخارجية، العمل في مؤسسات وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، العمل في دوائر تكنولوجيا المعلومات التابعة للشركات التجارية والبنوك والجامعات والمؤسسات والمستشفيات وغيرها، تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات في جميع المدارس، تأسيس أعمال تجارية خاصة أو شركات صغيرة في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، العمل لدى شركات أجنبية عالمية.
يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية 4 مدرسين متفرغين بالإضافة إلى مساعد مختبرات أنظمة المعلومات الحاسوبية. أما عدد الطلبة الملتحقين في الدائرة حالياً يبلغ 81 طالباً وطالبة في خريف عام 2012. للحصول على درجة البكالوريوس في أنظمة المعلومات الحاسوبية على الطالب إنهاء 130 ساعة معتمدة مقسمة على النحو التالي: 41 ساعة لمساقات التخصص الإجبارية، 9 ساعات لمساقات التخصص الاختيارية، 22 ساعة لمساقات متطلبات كلية العلوم، 24 ساعة لمساقات التخصص الفرعي، وأخيراً 34 ساعة لمتطلبات الجامعة. تشترك الدائرة سنوياً إلى جانب دوائر كلية العلوم الأخرى في المعرض العلمي السنوي الذي يقام في كلية العلوم، حيث يقوم فيه طلاب الدائرة بعرض مشاريعهم التي عملوا على تنفيذها خلال سنوات الدراسة على طلاب المدارس الحكومية والخاصة المختلفة في منطقة بيت لحم وضواحيها الذين يتوافدون إلى الكلية بهدف التعرف على ما يتم إنجازه في دوائر كلية العلوم، حيث تعرض كل منها نشاطاتها العلمية المختلفة. تنظم الدائرة ورشات عمل مختلفة لمناقشة مواضيع متعددة في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل iCloud, SharePoint, Linux, Windows Server 2008 R2 Features and Configuration وغيرها. كما احتضنت الدائرة في حرم الجامعة اليوم العلمي لشركة مايكروسوفت مايكروسوفت تك داي، حيث تم عرض آخر تقنيات ومشاريع مايكروسوفت مثل .NET Clubs, MSP, DreamSpark, S2B, MSDNAA, Live Services, MS Developer Tools وغيرها من المواضيع. تنظم الدائرة لقاءات مع خريجيها وذلك لبحث أحوالهم الوظيفية، مناقشة المجالات الأكاديمية والمنهجية التي تعرضوا لها خلال سنين دراستهم في الدائرة التي ساهمت بشكل فعال في تهيئتهم للمناصب التي يحتلونها في المجتمع الوظيفي، كما وتناقش تلك التي بحاجة إلى تطوير أو إدراج، وذلك حرصاً من الدائرة على مواكبة متطلبات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات دائم التطور. للدائرة علاقات وفعاليات متعددة مع كل من الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بيكتي واتحاد شركة أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا. تعقد الدائرة اتفاقيات مع شركات أجنبية ودولية ليتمكن طلاب الدائرة من التدريب العملي لدى هذه الشركات وليكتسبوا خبرات عملية تفيدهم بعد التخرج. أسست الدائرة نادي دائرة أنظمة المعلومات الحاسوبية الذي يقوم بالعديد من النشاطات على المستوى الأكاديمي، كما أنه يشارك في مسابقات إبداعية على مستوى الجامعات الفلسطينية المحلية. إن دائرة أنظمة المعلومات الحاسوبية في سعي دائم إلى تطوير برنامجها الأكاديمي وتحسين الوسائل المنهجية في طرح مساقاتها المختلفة إلى جانب ما يرافقها من تدريبات عملية في مختبراتها الخاصة، كما أنها تسعى إلى تحديث الوسائل المخبرية المستخدمة من سوفتوير وهاردوير بما يتلائم مع التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات. نحو تعليم عال ومستقبل مشرق نعمل سويا للنهوض بوطننا.